أنا أخي أسامة، بالنسبة للربع نادي المصلي غلظ الشرع فيه، لكن بعض العلماء يقول إنه ما كان مظنة زحام كالحرمين الشريفين، فإن الإنسان قد يتعذر عليه أن يبقى واقفا حتى ينتظر أن جميع من في المسجد يخلصون من صلاة السنة، وهذا يعني مكلف جدا، والأصل في الدين رفع الحرج. أما في مساجد المسلمين العادية فالآن جاءت طرائق أخرى، ولله الحمد أن كثيرا من المساجد بدأت تجعل فراغا في جهتي المسجد دون أن يكون عليه فرش حتى يتأتى لمن أراد أن يخرج أن يخرج ولا يقطع الصفوف، وهذا تصرف حسن ممن يعني يقومون على شؤون المساجد. لكن إذا كان الزحام شديدا ويخشى الإنسان أن تتعطل مصالحه فليبتعد أكثر من موضع السجود، إن ابتعد أكثر من موضع السجود أرجو أن لا يكون هناك حرج إذا اضطر إلى الخروج.